لله رب العالمين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. مرحبا بضيوفنا الأكارم، وأسأل الله أن يبارك للعريس في عروسه وفي ليلته، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يبارك لهما، وأن يبارك عليهما، وأن يخرج منهما ما يشبه اللؤلؤ والمرجان، بنين وبنات. فما جئنا إلا لنشارككم فرحتكم، وما بعثنا إلى هنا إلا الحب. فما أجمل أن تتآلف القلوب بالحب، وأن تجتمع الأفئدة على الحب. وديننا علمنا الحب بكل طقوسه وظروفه، فالجار يحب جاره، هذا من الدين. التلميذ يحب معلمه، هذا من الدين. المريد يحب شيخه، هذا من الدين. والحبيب يحب حبيبته، وهذا من الدين. حتى في موروثات الأنبياء من قبل، سيدنا عيسى عليه السلام كان يوصي وصية عجيبة، يقول: أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم. وصلت درجة المحبة في وصايا عيسى المسيح عليه السلام أنه يطالب الخلق عامة والحواريين خاصة أن يبالغوا في مسألة المحبة، لأن المحبة هي أساس الدين، وكل الأنبياء دعوا إلى الحب. ونحن أكثر الأمم حظا حتى من أسماء نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحبيب المحبوب. وما اجتمع حوله الكبار من الرعيل الأول إلا بسبب المحبة. فالرسول كان شخص محبب، وكل الأنبياء كذلك. لا تسمع أن أيوب طال بلاؤه، وكانوا إذا نقلوه من مكانه كانوا يجمعون الدودة بديلا عن بثته. هذا كلام من الإسرائيليات، ما أنزل الله به من سلطان. فالنبي دائما يكون له رونق، يكون له جمال، لأنه صاحب دعوة. كيف ينفر الناس وهو يرغب الناس ويدعوهم، يجالسهم ويحاكيهم ويعرض دعوته ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم، ويؤدي المواجب معهم ويختلط بهم، يصلون خلفه ويجاهدون أمامه. فكيف تكون شخصية الرسول غير نظيف، أو به علة من العلل، أو به مرض خطير، أو شيء معدي؟ هذا لا يتفق مع جلال النبوة وأدب الرسالة. لا، يعني كان سيدنا أنس رضوان الله عليه يقول: إذا مر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوما في درب من دروب المدينة، ظللنا نشم عبيرا فواحا وعطرا جميلا ورائحة زاكية، حتى الذي كان متغربا بعيدا يقول: من هنا مر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف الجمال. فما ينفعش يكون نبي مقزز أو طارق للناس، أو صاحب عدوى، أو صاحب بلوى، أو صاحب علة، أو ما عضال. هذا ديننا كله قائم على الحب. شوف: أحبوا أعداءكم، كلمة خطيرة في مقاييس علم النفس، وفي مقاييس السلوكيات، وفي مقاييس العقلاء. إذا مسألة الحب دي مش مسألة فطرية فقط، لا، وجودها في الأساس فطري، لكن ممكن تتلوث. كثير من الناس لا يقبل أحدا، هناك من لا يحب حتى الخير للناس، في ناس كده. لكن سبحان الله، لا بد أن تكون مطيعا لربك، والطاعة أساسها الحب، الإيمان أساسه الحب،
الدين أساسه المحبة، وفي موروثات ديننا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بارزا لدور الحب: أحب الله لما يغذوكم به من نعم، وأحبوني لحب الله لي، وأحب آل بيتي لحب له. يبقى المسألة كلها عندنا احنا في الدين مسألة حب، حب في حب في حب، حتى بلغت شفافية نفسية سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه في تعلق جنابه بالجناب المحمدي الشريف، قال بيتين من الشعر: مرض النبي فعدته، يعني زرته، مرض النبي فعدته فمرضت من حزني عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. الله الله، دي سمع ايه؟ دي سمع الحب. نعم نعم. وأسيادنا الكبار يا أخوانا علمونا حاجة مهمة، بيقولوا لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا. لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا. يبقى في حب، في امتزاج، في اختراق، مش كده؟ طيب احنا درجات المحبة العالية دي بنبحث عليها حاليا أصبحت أندر من الكبريت الأحمر. عارفين انتوا طبعا الكبريت الأحمر، انتوا أهل لقايا وربنا مس عليكم، ربنا يزيدكم. سبحان الله، أصبحت المحبة شيء عجيب، شيء عجيب. حتى لما تركب عربية انت وتلاقي راجل ركب وبعديه وحدة ست، وتلاقيهم يناظروا مع بعضهم، هتقول دول متجوزين. حتى المحبة بين الأزواج فيها مشاكل، أنت عرفتهم إزاي؟ مين النقاري بتاعهم؟ عم يترجم وهو بلسانه ما قدرش على حس عشان ما تسمعهاش، لان في لقاء في البيت بعد شوي، هتقول له بس يركب فوق الدولاب. اضحك الله يسلمك، الله يبارك فيك. اذا مساله الحب يا سيادنا مش اي واحد يقدر يطوع منه، لا، ده دي عايزه نزل، ده دي عايزه ايه؟ مكنوس، عايزه ذخيره، حاجه فوق الوصف. مش اي واحد يحب، بس ده حب مش طيار. وبعد كده الناس تعرفي عن الحب، الناس تعرفي عن المحبة. احنا هم شوية المسرحيات والافلام علموا الشباب الحب، مش كده؟ لكن الحب الفطري ده فين؟ ودائما الحب الاول بيفشل. سبحان الله، لو نجح كل حب اول لعمرت البيوت، لكن دائما الحب الاول بيبقى صعب، يحب ولكن نادر جدا لما تيجي حالة زي كده. لكن ده احنا عندنا الحب درجات يا سيادة، في اعجاب، في حب، في عشق، في غرام، في اهتيام، في شغف، في اشتياق، في عناء. مسألة عالية احنا في الدرجات اللي تحت. يعني اعجاب، نظرة، كلمة، فنظرة، فابتسامة، فموعد، فلقاء، لتعريف أحمد شوقي. لكن موضوع كده خالص، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رشحت له السيدة عائشة. على فكرة السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل سيدنا النبي، كان خطيبها رجل ابن المطعم ابن عدي. فسيدنا النبي متبع وليس بمبتدع. في ليلة رأى جبريل في رؤيا منام يقدم له صرة من حرير أخضر، وقال له: خذ هذه الهدية يا محمد. قال: فأخذتها من يد جبريل وفتحت الصرة، مصر يعني مربوع، ففتحت الصرة فإذا فيه وجه عائشة، كان عندها 9 سنين. فلما رأيت وجهها المنير قلت: هدية مقبول. فلما استيقظت قذف في روعي أنها مرشحة لتكون زوجة لي. وكان النبي يومها سبق له الزواج بخديجة وسودة
كده. فذهب إلى أبي بكر يطلب عائشة، قال معزلة رسول الله، أنا مرتبط بكلمة. شوف شوف الأدب الراقي الموجود في أصحاب رسول الله، لأن الإنسان كلمة. فده خطبها المطعم بن عدي لأحد أبنائه. عموما رسول الله أنا لي رد كلام معه، هنشوف. احنا في خلاف دلوقتي حتى في العقيدة، احنا أسلمنا وهم ما أسلموش، يمكن يتكلموا عليهم. فذهب الصديق إلى دار المطعم بن عدي. أتار المطعم أسد بره وجو. فلما جلس الصديق نظر إلى المطعم وقال ما قولك في طلبكم لعائشة لولده؟ فوقفت المرأة وقالت أنا أرد عليك لا تلزمن ابنتك فقد صبئتما واتبعتما محمدا. سيدنا أبو بكر أحبائي سيدة مغلوبة معدولة، وقال الحمد لله كنت أظن أني أناسب رجلا، كنت أظن أني أناسب. لما هي تولت الزعامة وهي تولت الكلام، ها خلاص يا امرأة أنا أكلم الرجل. قالت القول قولي هنا. قال يحق لك الحمد لله الذي فرق بيننا وبينه. ورجع وقلبه يدب بالفرحة والضرب، يا رسول الله تخلصت من الكلمة ومن الموعد، فهنيئا لابنتي عائشة بك يا رسول الله. وتزوجها النبي، فيعني زواج النبي وراءه اعدادات إلهية، تصوير إلهي تكلف به كبير ملائكة السماء، يراها النبي في رؤيا في حرير أخضر بكل إرصاد. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج فوق التسعة غير السراري، لكنه ما تزوج بكرا إلا عائشة. وما أحب حبا فيه فيضان إلا عائشة، وكل زوجاته كن يعلمن ذلك. وحضرة النبي معزور كان يقول أنه يعدل بين زوجاته، لكن مسألة الحب بحال يا أخوانا في القلب الإنسان ما يملكهاش. كان سيدنا النبي يقدم أعذاره لمولاه، اللهم لا تحاسبني فيما تملك ولا أملك. مسألة القلب مش فيدي، القلب لي أحكام، القلب له إرادات. وحاسبني فيما أملك، هذا حقه. كان يقسم لياليه بين زوجاته، التسع ليالي الوحدة يجي لها ليل، ياكل ويشرب وينام وتمام، لكن هو يعدل في ذلك. لكن مسألة الحب لا، دي حاجة موجودة في القلب، هي التي تقود الإنسان، هي التي تسحب الإنسان من غير إرادة. اوعى تفكر انه فيه محب له إرادة ابدا. فلما دخلت في معمعة الحب سلبت منك الإرادة، واحيانا ترى الامور على غير حقيقته. الحب يعمل حاجة، حب انتوا فاكرين الشاعر العربي اللي هو كثير كان يعشق عزة وقال فيها شعرا ونثرا وصال وجال وصفا ودلالا واشعارا، فلفت الايام ودخلت عزة على الحجاج ابن يوسف الصفافي، وكان رجل يعني مش طبيعي خبير، فقال لها من انت؟ قالت له انا عزة. قال لها من انت؟ قلت له انا عزة. قال عزة كثير، انت اللي كثير عم يقول فيك اشعار ويصف في جمالك ودلالك؟ قالت له نعم. قال اراك دون ذلك، انت لست كما قال كثير. قالت نعم، لانك رايتني بعين غير التي راني بها. يبقى اللي بيحب ده مسلوب الاراده، واحنا نقول الجلد في عينهم ايام. وقلما تخطئ عين المحب، وكلما كان هناك محبة أنت تكثر من ذكر من تحب. يبقى عندك خمس أولاد، لكن فيهم واحد عمران، فيهم واحد متفوق، فيهم واحد بيسمع كلامك، فيهم واحد في خدمتك، فيهم واحد دائما يسأل عنك مشغول عنك. أنت
تعلقت به دون الأربع الباقين. فنقول ده محمد راح، ده محمد ده، ده محمد وداني كشاف، ده محمد حلف يمين يجيب لي الإعلان، ده محمد قال لي ادعيني يا بابا الصبح، ده محمد قال لي في الليل عايز حاجة يا بابا. كل كلامك داير عن مين؟ عن محمد. ما محمد ما فيه أحمد ومحمود وعبد الحي وعبد الرحيم، لكن أنت اشتغلت بمين؟ لأن سيطر على فؤاد قلبك، على سويداء قلبك، على حشاشة قلبك. والإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. تقعد جنبيه معاش بالفتة ولد الكبير ده ولا ولد الأوسط أو ولد الأصغر. في حين أن الحكيم زمان لما سئلوه أأنت أنجبت أولادا؟ قال كثر كتار. قالوا طب أعزهم عندك وأقربهم إلى قلبك ومن تتعلق به كثيرا كثيرا من فيهم؟ قال الغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر. هم كلهم أولاد بس بيبقى فيه خصوصية شوية. الغائب أنا عيني ما شايفاهش، فما عارفاش نايم ولا قاعد، تعبان ولا مرتاح. أنا أفضل قلبان عليه لغاية مين ما أطمن عليه. والتاني قال له المريض حتى يشفى. أنا شوية الحرارة اللي معاه دول يقضون مضجعي. لما بيوت أبوه جوا ويقول أنا طالعة من معاميعي المصاريف. والصغير حتى يكبر. ودي لي حكمة إلهية. دائما أصغر واحد في البيت الكل مشغول فيه ويلتف حوله إن كان بيت ولا ولد، علشان ربنا يضمن له حقه. ما هو الصغير ده ممكن يكون في زحمة، ده فاكهة والإيدين الكبيرة خطفت الفاكهة. هو إيد صغير زي ما أعلم إنك شخص حال يعمل إيه؟ يقعدوا يأكلوا هيلوح اللي قدامه على بال المتفوتة ما توصلوا ويبدوا هيروح. فربنا رفق له القلوب حتى يطعموه قبل أن يطعموهم. سبحان الله، ده مش أمه ولا أبوه، ده أخواته وأخته تشيله وأخوه هننفيه والتاني يرفع بين إيديه. هذه المحبة قذفها الله في قلوب الكبار من أجل الصغير فليأخذ حقه. سيدنا أبو طالب لما أخذ سيدنا محمد من والده اللي هو جد النبي عبد المطلب، عبد المطلب أبو أبو طالب، فخذ عنده، فهو عند علي وعند عقيل وعند طالب وعند جعفر، البقية بيقول له أنا طالب. فكان يوصي زوجته فاطمة بنت أسد رضي الله عنه إذا وضعت طعاما أعطوا فرصة لمحمد الصغير يأكل حتى يشبع، ثم يتقدم عيالك بعد ذلك. لأن ده صغير وضيف عندي وولد أخويا وولد الغالي وده يتيم. سبحان الله، النبي لم ينسى لأبي طالب هذا الفضل، ولم ينسى لفاطمة بنت أسد هذا الشرف وهذه الخدمة وهذا الإشراف والاهتمام من طعام وشراب وغسيل كل شيء. حتى لما ماتت نزل النبي بنفسه وخلع عباءته الحضرمية وجعلها مرقدا لفاطمة بنت أسد. ولما خرج قالوا ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال أرقدتها على عباءتي حتى يخفف عنها عذاب القبر. إنها أمي بعد أمي، إنها أمي بعد أمي. ده مبدأ الوفاء عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا. يبقى في حالة من الشبابية، في حالة من الالتصاق، في حالة من الاتحاد، في حالة من الود الزائد. لو الحياة بلا مودة لا قيمة لها، تتحول إلى غابة. الدنيا بلا حب أصبحت صحراء مترامية الأطراف. سبحان الله، لما جلس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة حب يدردش معهم كده في حديث عن الحب، فنظر إلى أبي بكر رضوان الله عليه وقال له يا أبا بكر. قال نعم رسول الله. قال ماذا تحب من الدنيا؟ إيه اللي عجبك في الدنيا دي؟ أنت بتحب ليه؟ سيدنا أبو بكر رجل مؤدب ورجل وقاف وناس كلماتها كلها حكمة وكلام بالقطارة، ناس حساس بتعرف تتكلم.
فكر شوية، صن كده يعني زي دقيقة دقيقة ونص. ثم قال: لأجلك أنت يا رسول الله أحب ثلاثة أمور في هذه الدنيا. سبحان الله، كيف الأدب. ماذا تحب يا أبا بكر؟ يرد عليه يقول إيه؟ عشان خاطرك أنت بس، أنا أحب ثلاثة أمور. قال: ماذا تحب يا أبا بكر؟ قال: لأجلك أنت أحب ثلاثة. أحب النظر إليك، يا مش حب، وأحب الجلوس بين يديك، وأحب إنفاق أموالي كلها عليك. كل ده حب يا أخوان. أحب النظر إليك. سيدنا أبو بكر وهو قاعد مع سيدنا النبي ما يهونش عليه حين ترمش، الرمش يكفي استحال. ولذلك محدش قدر من الصحابة يعد الشعرات اللي شابت في لحية سيدنا النبي ورأسه إلا سيدنا أبو بكر. ليه؟ كان بند الاستنارة عنده عالي، لكن بقية الصحابة مين اللي يقدر يمتع عليه في سيدنا النبي؟ سيدنا عمرو بن العاص في عز ما هو في سياقة الموت يموت، بيقول له: طب ما تحكي لنا شوية وصف لنا كده شكل سيدنا النبي. فقال له: ومن يتجرأ؟ والله ما كنت أستطيع أن أملي وجهي في وجه رسول الله. مين يقدر يقاوم الأنوار والحاجات الحلوة دي؟ لكن سيدنا أبو بكر عد الشعرات وبالهم 17 ركعة تكسير، 17 شعرة سبحان الله، وعديتهم برضو السيدة عائشة لخصوصيته. إذن مسألة المحبة، ماذا تحب؟ يقول: أحب النظر إليك والجلوس بين يديك، وأحب إنفاق أموالي كلها عليك. وما كانش كلام الصحابة يا أخوانا كلام مدهون بسمنة في الليل ويسيح في النهار، ولا كلام أوانطة، ولا كلام دعاية انتخابية. لا، الكلمة اللي تطلع ليها صوت وليها رفض وليها تنفيذ وليها وليها وليها. زي سيدنا أبو بكر في ريش العسرة في تبوك، سيدنا عمر جاب نص مالة في فوطة ودخل في المسجد وقال: يا رسول الله، أنت طلبت المساعدة لتجهيز جيش، جئتك بنصف مال. قال: جئتنا بنصف مال؟ قال: نعم، وتركت النصف المال الآخر لعيالي. قال: بارك الله فيك وأخلف الله عليك يا عمر، دمت عزا يا رجل. شوية ودخل سيدنا أبو بكر فوطة مليان، أفسح له الطريق، ثم وضع أمام النبي، فقال له النبي: ما هذا كله؟ ما هذا كله يا أبا بكر؟ قال: جئتك بمالي كله. مالك كله؟ قال: نعم. قال: إذن ما أبقيت لولدك من بعدك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر اهتز، كان أنا عامل نفسي النهارده يعني عملت حاجة ما حدش يصلي أبدا. لقد أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر، فأنت رجل لا تسبق أبدا، أنت سيدنا يا أبا بكر. إذا كلام بكر لما يقول: أحب إنفاق أموالي كلها عليك، كلام ليه رصيد يا إخوان. ناس تقول وتطول، ناس تقول وتنفس، ناس تحكي وتعمل، مش أقوال. يعمل لك البحر بحينة، وساعة الجد يقول لك إني عزب بيته وعزب غيطه، ويطلع لك بميت عزب. ليه؟ ده كلام بالألسن، مفيش نية معقول عليه، مفيش ضمير يقضي حاسب. حتى في كل شيء احنا الوقيتي حتى معيد الصنايعي، انت شفت واحد صنايعي وعدك والتزم؟ ما حصلش يا اخوان والله، والله ما حصل. بيقول لك انا هنجي لك رقم هتستناها الخميس، يبعت لك رد الجمعه ان شاء الله السبت، السوق لحد وانت ماشي كده 15 يوم من ما يجي. سبحان الله، انت عارف في سوره مريم نوه الله عز وجل عن سيدنا اسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. صادق الوعد دي اللي طلع بها سيدنا اسماعيل. طب ايه سر الحدوته دي يا اخواننا؟ لما ذكره الله واضاف اليه لفظه صادق الوعد؟ قالوا إن إسماعيل عليه السلام وعد رجلا أن يلتقي به في موعد في مكان ما، فذهب إسماعيل عليه السلام ينتظر الرجل، فلم يأتي الرجل، وظل نبي الله إسماعيل في مكانه لمدة شهر كامل، شهر كامل. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي.
ثم نظر النبي بعد أبي بكر إلى عمر، وأنت يا عمر أتحب شيئا من الدنيا؟ قال لأجلك أنت أحب ثلاثة، عشان خاطرك أنت يا رسول الله بس أنا أحب ثلاث حاجات. قال ما تحب؟ بارك الله فيك عم الكرسي. قال لأجلك أنت يا رسول الله أنا أحب ثلاثة أشياء. قال ما هي يا عمر؟ قال أنا أحب الأمر بالمعروف وإن كان سرا، وأحب النهي عن المنكر وإن كان جهرا، وأحب قول الحق وإن كان مرا. كلام غالي خالي. طبعا كل شطرة من دول عايزينها جمعة نحكوا فيه موضوع راس. أحب الأمر بالمعروف وإن كان سرا، طبعا لأن النصيحة على الملأ فضيحة. الإنسان اللي تنصحه قدام الناس وتكتب عايز وليه حق رد فعل حسب الإحراج. الدين زور، الدين نصيحة. كل تحب باطك وتقول له انت اخطات في كذا وبلاش دية ودية، هيقبل منك منك من منها تمشي الامور. انما دي وسط الناس ايش وراه؟ انت ما تعرفش، انت هتخوض من اللي فيه، انت شيل حاجه مش تديها. ليه طيب انت كده بهدلت الدنيا؟ خليتها طمس، مش هيقبل منك الكلام. طيب احب الامر بالمعروف وان كان سرا، واحب النهي عن المنكر وان كان جهرا، واحب قول الحق وان كان برا. سيدنا عمر هذه طبيعته، هذه طبيعته. رجل كان شديد المراس بس في الحق، لا في الحق بس. سيدنا ابو ذر دخل عليه في قعده لوحده، راح قفل الباب، امعك احد يا عمر؟ قال معي الله. قال طب انا وانت يا عمر؟ هدي يا عمر هدي. إليه قال الناس كرهت منك الشده وامتلأت القلوب غيظا من هيبتك. يا راجل هد الامور شويه، انت عشان بقيت خليفه الناس كلها هتكون بيها ولا تاني، هد شويه. فبكى سيدنا عمر. قال ابو ذر اتبكي من كلامي يا عمر؟ قال نعم. قال ولما؟ قال والذي رفع السماء بلا عمل، لو علم الناس مدى الرحمه الموجودة في قلبي لأخذوا مني عباءتي هذه. لكن متطلبات المنصب، أنا أمير لازم يبقى فيه دابت، لازم يبقى فيه مسافة علشان ما حدش يستخف بينا حتى لا أطمع أهل الباطل في الباطل، لا لازم يكونوا هيبين وموقفين. سيدنا عمر من جوا يا إخواننا أرق من النسيم، أرق من النسيم، لكن قدام الناس المظهر والديكور علشان طبيعة المنصب ضرورة الوظيفة لازم يكون كده، لكن هو أخف من ريش النعام. ثم نظر النبي إلى سيدنا عثمان وقال وأنت يا عثمان أتحب شيئا من الدنيا؟ قال لأجلك أنت، عشان خاطرك أنت يا رسول الله أنا أحب ثلاثة أمور. قال ما هي يا عثمان؟ قال أحب إفشاء السلام. سيدنا عثمان انعد عليه حاجة السلام عليكم، السلام عليكم. تعرف كلمة السلام عليكم دي؟ ديك 35 حسنة. واللي هيرد لك السلام انت القائك سنه وهو رد فرض. لو ما ردش يعذب يبقى عليه اثم وذنب. لكن لو رد عليك تبقى سبت انت وهو ياخذ اكثر منه. انت تاخذ 35 حسنه وهو ياخذ 45 حسنه. تخيل الصبح وانت ماشي لغايه الزرعه لغايه الجمعيه لغايه المستشفى لغايه المحكمه لغايه الموقف وكل اللي بابك سلام عليكم سلام عليكم. انت عندك شويه بالك هم اسبوعين يبقى عندك شويه حسنات، صح؟ واللي ما ردش عليه وزن بره براحته بره، مفيش مشاكل يا سيدي. والله سبحان الله. احب افشاء السلام واحب اطعام الطعام، دائما المائده بتاعت سيدنا عثمان كانت ممدوده زي بتاعت سيدنا السيده زينب. السيده زينب لما جت مصر كانت بتمدي المائده الى وقت الناس هذا. تروح في اي لحظه تلاقي المائده ممدوده بتاعت سيدنا السيده زينب رضي الله عليها. ها؟ وأحب ركعات بالليل والناس نيام. بالليل كان يقوم سيدنا عثمان يتهجد يجيب ركعتين كده في الدنيا وما فيه. يعني ليه يا اخوانا الافضليه صلاة الليل؟ لان ما فيهاش نيام. انت مش جوه بيتك حد شايفك. تعال روح الجامع في العصر انا وانت ده قبل الكورونا تجد ما حدش رايح خالص. مش كده برضه؟ قالوا بركه جت منك يا جامع. لكن قبل الكورونا اللي يصلي العصر هم اللي يصلي الفجر والله. هم هيزيد العدد اول اسبوع في رمضان. وانت داخل كانك داخل شركه باتر للاحزن تلاقي 100,000 حذاء على ثلاث اربع ايام في الاول لغايه ما تشد المسلسلات ويطلع الحاج رامز
وسلام عليكم خلاص. ويوم العيد برضو احيانا الجماعه ما يخشوا الفساد يعني كده عشان خفيفه خفيفه. ويوم الجمعه طب هو الدين يوم الجمعه ويوم العيد وفي رمضان، ما رب رمضان هو رب شوال. من كان رمضانيا فان رمضان قد نام، من كان يعبد رمضان فان رمضان قد نام، يعني قد ولى، ومن كان يعبد الله فانما هي له. احب اطعام الطعام وافشاء السلام وركعات بالليل والناس نيام. ثم نظر النبي الى علي بن ابي طالب وقال وانت يا علي اتحب شيئا من الدنيا؟ قال نعم لاجلك انت يا رسول الله انا احب ثلاثه امور. قال ما هي علي؟ قال انا احب الصيام في الصيف. سيدنا علي كان يقول الساعه 8 9 هيصلي الصبح وكل حاجه بس بيروح كده مع شروق الشمس يريح ساعه. اليوم اللي نبيه الدنيا حراره ومدخنه يفرح بيه كانه اصطاد صيدا ثمينا، يقول يا سلام ده بين يوم ده شديد الحراره نويت الصيام. وكان من علامات الفتوه فيه انه كان يرتدي ملابس الشتاء في الصيف وملابس الصيف في الشتاء عليه حيدرة. قال انا احب الصيام في الصيف واحب اكرام الضيف. مش بعد ثلاث ايام يواصل في الصيام، كل ما يجهز اللقمه في الافطار فيه واحد سائل وفيه واحد يتيم وفيه واحد اسير وواصل هم الصيام والصيام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله. انا احب الصيام في الصيف واحب اكرام الضيف واحب ضرب اعناق المشركين بالسيف. دي الفتوه بتاعت الامام علي. دي فتوه الامام مين؟ مش بقول المرعب واحد اسمه مرحب يهودي. وبعد يطلع قدامه بالسيف ويقول هل من مبارز؟ وسيدنا النبي عارف قدره يعني وخايف على الصحابه، الصحابه ما شغال ده مرحب ده شغلان. وهو يطلع والعمليه حديث معاه وقاعد يزن في المسلمين هل من مبارز؟ هل من محارب؟ لا يعني على سيدنا علي. سيدنا النبي يقول له اوعد انه مرحب، انه مرحب. قال مرحب على نفسه رسول الله. وتقدم سيدنا علي الى مرحب. مرحب بيبص في سيدنا علي مستهتر بيه بيقول له أنا مرحب وعلم خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهى. إذا الحروب أقبلت تلهى. سيدنا علي رحمه الله برضه سير قال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة سأوفيكم الكيل ككيل السندرة. هو دقيقتين والأمور تحت. سبحان الله سبحان الله. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة سأوفيكم الكيل بكيل السندرة. كيل السندرة زي كيل عبال الجبل والنمل. الكيلة مش ليها بين نص ولا النظام اللي أنتم عارفينه. طيب يعني أنا هنكلكم الكيلة كيلتين. وكان رجلها ونفذها. لما خلص الصحابة نزل سيدنا جبريل وقال له انا احب المساكين واحب ان اعيش عيشه المساكين واحب ان احشر مع المساكين وكده. فالكل انتظر انه سيدنا النبي يقول ايه هو اللي يحب برضه؟ ما هو صاحب السؤال والفكره. وانت يا رسول الله ماذا تحب من الدنيا؟ قال لهم لا انا لا احب شيئا في الدنيا لاني مطلع على حقيقتها لكن حبب الي منها. انا لا احب ان هي في حاجات هي اللي تتحبب الي. سيدنا النبي عارف انها داره يعني ممر لا دار مقر. حبب الي من دنياكم ثلاث: الطيب، مش بلح الطيب، لا الطيب يعني العطور يعني الروائح الطيبه ماشي، الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه. يحب النساء اما ومرضعه واختا وخالة وعمة وبنتا وحفيدة هكذا. هو حد رقى النسوان وعطاه حق غير الاسلام؟ حد اعاد اليهن حقوقهن التي فرضها الله الا بقراننا وبسنه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه. اللهم صل على النبي واله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في جمعكم وأن يتمم فرحكم بخير.
وأن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يبارك لهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يخرج منهما النبت الطيب وما يشبه اللؤلؤ أو المرجان وأن يرزقهما بذرية صالحة حافظة لكتاب الله معمرة لبيوت الله رافعة لراية لا إله إلا الله. وأسأل الله أن يجعل أيامكم جميعا وأيامنا أفراحا ويجعل ليالينا ولياليكم ملاحا وأن يتم هذا الفرح على خير. بارك الله في الإدارة وأصحاب المكنة والإضاءة وشيخنا المبارك الشيخ جاسم فضيلة مولانا الشيخ عادل فضيلة مولانا الشيخ أحمد تحرك تقريبا راجب وكل أسيادنا الكبار والصغيرين والشباب سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.